انت عيني مشات ليا، ما كنشوفش بها نهائيا، وانا كنعاني، خصني ناخذ حقي من هاد السيد هذا. حيتك واش جا السيد تشاف فيك تعرفك هادشي اللي بتعرف على التقليدي، وحق لا اله الا الله شاف فيا بحال هكا تقطع وعرفك هو ويه، والشهود راه كاين، هذاك مولا بيلانس هو اللي كاين، راه نعيطو عليه يشهد. الشهاده لله، كنطلب منه الشهاده لله. ما قلتش لي زيد من شي حاجه ولا نقص من شي حاجه من عندك، الشهاده ديال الله. الشهاده ديال الله، الشهاده ديال الله. يقول لي كان داز سيدي شاف فيا بحال هكا طاقش عني واش انا، وزاد ضرب واحد 10 متر ووقف خفيف. وقعت لي حادثه السير بين الطريق الرابطه بين نيمين كليتو وجامعة تاكوش. وقعت لي حادثه خويا، انا غادي بالموتور ديالي، تلاقيت مع لابيلانس ديال الدود، هي اللي درت معها الحادثه. من بعد داز اول واحد غيدوز الرئيس ديال جامعة تاكوش، دار فيا هكا حتى قشعني واش انا، داز واحد 10 متر وقف. ملي وقف ما نزلش، عيطت على داك مولا بيلاص، ما عرفتش قال ليه من الشرجم. ومن بعد مشى تالت نيمين تليف قدا شي غرض ما عرفتش جا من تما، ورجع. ملي رجع لجا شكون اللي مشى السي عبد الله تالي من تليت؟ شكون اللي مشى تالي من تليت ورجع؟ الرئيس ديال الجماعة مشى من هذيك الطريق، رئيس جماعة تاكوشت. اييه هو اللي مشى تالي من تليت. اييه وعاود رجع، وعاود رجع. ملي رجع لقى الناس تما، لقى واحد موظف ديال الجماعة جابو واحد جاري من تما من الطوابير، ما عرف منين جابو باش يخدم. ملي لقاني في هذاك الجاري، ملي لقاني في هذيك الحالة وقف وقف، نزل عندي، نزل هذاك الموظف قال لي شوف شوف اللي يوصلك للجامعة، أنا راه نبقى مع هاد السيد. موظف ديال فين؟ ديال جامعة تاكوش. موظف ديال جامعة تاكوش جابو شي واحد؟ جابو واحد جاري، جارك راه عنده الطوموبيل ديالو، جاب واحد ثالث تما لقاني في هذيك الحالة. إيه حطو قال لي شوف اللي يوصلك للجامعة، أنا راه نبقى مع هاد السيد. إيه رجع الرئيس من تما، دار ليه هكا باش يهزو يوصل للجامعة، ما وقفش ليه، كلاكسونا وداز مشى حتى للجامعة. صيفط ليه لابيلانس، صيفط سيارة الإسعاف للسيد باش تهزو باش توصلو للجامعة، وخلاتني أنا اللي مضروب في عينيا. وما هزوكش أنت باش يداويو ليك عينيك؟ لا، عينيا تفرقعات. هزات يعني عينك مشات دابا انت حاليا؟ نعم مشات اخويا. بسبب اهمال ديال السيارات الاسعاف، ديال سياره الاسعاف. آه. يعني هزوا الموظف من مكان الحادثه وخلوه على السي عبد الله عفيف اللي هو مضروب. انا اللي مضروب. ايوا السي عبد الله، تخيل انا ضربت من 8 قل 20 دقيقه، ما وصلت عند الطبيب حتى 12 ونص. 13 ونص عاد وصلت عند الطبيب. الطبيب ديال فين يا سي؟ ديال مراكش. جاب الله لقيتو في الصويره تما، نهار الخميس كيكون تما في الصويره. يعني في داويدي في مراكش ولا في الصويره؟ لا، داويدي في الصويره. الصويره اه. يعني واش قال لك سميتو؟ شافها الطبيب، دوز ليا شافها، قال لي بحال هكا، قال لي امتى ضربتي؟ قلت له ودي ضربت في الصباح. قال لي ما عادش، قلت له مع 8 قل 20 دقيقه. قال لي وماك تعطلتي؟ قلت له ودي راه اش وقع، اش وقع لي، اش وقع على بيلانس، راه ما سيفتوهاش ليا، راه واحد الخطاف اللي جابني حتى سميتو واحد السيد جاري، ماشي خطاف، ها جاري، ماشي مشكل. سير سير الله سير، جابني حتى سميمو، لابيلانس ديال سميمو هي اللي جابتني للصويرة. يعني سيارة الإسعاف ديال جماعة سميمو هي اللي هزاتك للصويرة؟ اه. وسيارة الإسعاف ديال جماعة تاكوش ما بغاش يعطيها ليا، وكاينة في مكان، عين مكان كاينة هزات موظف حدايا اللي هو صحيح، الموظف صحيح وجا على حساب الخدمة، وهاديك وما كايناش طريق، كاينة 10 كيلومتر شي حاجة اللي كاينة بين تما وقعت ليا الحادثة، راه هي ضربها على رجلو. ملي عيطنا على لابيلانس قال لك راه ما كاينش تما، راه طلعت لا يداو، وهو يلاه هز الموظف حدايا. وهذاك مولا بيلانس اللي ضربني، بغيت منه الشهادة لله. يعني مول سيارة الإسعاف اللي
اللي درتي مع حادثة اه سير، بغيت منه الشهادة لله، ما يقولش يعني سيارة إسعاف ديالي يداود، ديالها يداو سائق سيارة إسعاف ديالي يداود يداو بيديو منه الشهادة لله. الشهادة لله، بغيت منه الشهادة لله. حيت إيه مني ضربت جا الرئيس وقف تما، عيط عليه ما نزلش عندي، عيط على هذاك، ما انا ما هضرنيش، عيط على هذاك اللي السيارات يتعب ديالي يداو اللي دار معاه الحادثة، عيط عليه ما عرفتش قال لي. انا بغيت منه الشهادة، الشهادة لله.